بنت بتنتحر لأنها مش قادرة تسدد ديونها، وعصابة خطيرة بتركب متفجرات داخل مبنى عشان يمحوا أدلة قوية ممكن تحبسه. فتعالوا نعرف هيحصل إيه مع أبطالنا، بس قبل ما نعرف ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا للإنقاذ. حلقة مسلسلنا بتبدأ بزعيم مافيا بيتهجم على عزا بنت ميتة، ورجالته بيضربوا أم البنت وبيقولوا لها إن بنتها عليها ديون ب10 مليون وون، ولو ما دفعتهاش هياخدوا الجثة ويبيعوها لتجار الأعضاء. وبعدها بنشوف نفس الزعيم قاعد في المحكمة عشان الناس رفع عليه دعاوي كتيرة، وبيتهموه إنه بياخد فوائد كتير على الفلوس اللي بيسلفها لهم. وأم البنت اللي ماتت بتنهار وبتقوله إن بنتها انتحرت بسببه وبسبب غش الفوائد اللي حطها عليها. وبعدها بنشوف المحقق جيندو واقف في الحمام بيعمل لنفسه جروح وشوم مزيفة عشان رايح يتجسس على العصابة ويقبض عليهم. وفي نفس اليوم الليل بنشوف جيندو مع شوية مجرمين بيقابلوا رئيس عصابة عشان يختار منهم كم واحد عشان عملية تفجير خطيرة جدا، وبيبدأ جيندو يمثل دور المجرم عشان رئيس العصابة يختاره، وبالفعل نجح واختاره واداله فلوس المهمة الأولى. وبعدها الرئيس بيبعت المجموعة للسوبر ماركت عشان يجيبوا المعدات اللي هيستخدموها في المهمة الخطيرة دي، ولما بيدخلوا واحد من المجموعة بيقع على الأرض وبينهار بشكل مرعب. وفجأة بتظهر الدكتورة سون في السوبر ماركت وبتقرب عشان تساعد الشاب، لكنه بيفوق وبيمشي. وفجأة سون بتلمح المحقق جيندو لكن هو بيعمل نفسه مش عارفها، وده خلاها تستغرب جدا من حركاته. وبعدها المحقق جيندو بيروح مع باقي المجرمين لمبنى مهم للدولة عشان يفجروه، وبيطلعوا بالمعدات بتاعتهم عشان يبدأوا المهمة. لكن فجأة الرئيس بيضرب واحد من المجموعة بشكل مريب عشان شافه قلع القبعة بتاعته، وبيخاف الشاب جدا وبيلبس القبعة بتاعته. وكل ده كان بيحصل قدام جيندو اللي واقف بيحفظ كل تحركاتهم وكلامهم. وبعدها بيكملوا المهمة، وبينزل المحقق جيندو مع الرئيس بيستلموا أكل من الدليفري للموظفين اللي شغالين في المبنى، والمحقق بيحاول يخبي وشه من العامل عشان ما يتعرفش عليه وتتفضح مهمته السرية، لكنه بيفلت منه وما بيتعرفش عليه. وبيطلعوا يوزعوا الأكل وهم متنكرين بزي الحراس، وبيلاحظ المحقق جيندو نظرات الرئيس المريبة للموظفة فبيقفل الباب عشان يمشوا ويكملوا مهمته. وبعدها بنروح لمجموعة الإنقاذ، والدكتورة سون قاعدة بتتكلم مع المساعد جين وبتقوله إنها شافت المحقق جيندو بشكل غريب في السوبر ماركت وإنه عمل نفسه مش عارفها. فبيروحوا يسألوا مساعد جيندو لو عارف حاجة، وبيقول لهم إن المحقق جيندو كان بيدور على جهاز التعاقب بتاعه وهو اداله واحد. ومن هنا عرفوا إن المحقق جيندو بيشتغل على عملية سرية لوحده وممكن يكون في خطر. فبيروحوا للمكان اللي ظهر فيه جهاز التعاقب، وبيكون نفس المكان اللي اجتمع فيه جيندو مع المجرمين، لكن فرقة الإنقاذ مش بتلاقي أي أثر. فبيقرر المساعد جيندو يدور بطريقة غير قانونية عن أي دليل لأن المهمة كانت سرية. وفي نفس اللحظة كان الرئيس بيقول للمجرمين بتوعه إنهم يقفلوا كل المداخل والمخارج عشان محدش يعرف يدخل أو يخرج من المبنى وهو بيتفجر، وبالفعل بيقفلوا الأبواب كلها بقفل قوي جداً. وبنروح للمساعد جين وهو بيكلم أخت روز عشان يعرف منها مكان المحقق جيندو، وفجأة بتلاحظ روز إن العنوان اللي موجود فيه المحقق جيندو هو نفس المبنى اللي بتشتغل فيه. وفي نفس اللحظة المجرمين كانوا بيخلصوا تثبيت المتفجرات في الأرض، لكن المحقق جيندو بيستأذن إنه يروح الحمام، وبطريقة ذكية بياخد قطعة من المادة المتفجرة وبيرميها في المية، وفجأة بتنفجر بقوة. وبيعرف المحقق جيندو إن المتفجرات دي بتتفاعل وبتنفجر عن طريق المية. ولما بيخرج من الحمام رئيس العصابة بيشك فيه وبيقرب منه وبيكتشف جروحه المزيفة، لكن أول ما جيندو بيهرب بياخد ضربة قوية من المجرم التاني وبيغمى عليه. وبنشوف المجرمين حبسين جيندو وربطينه، والرئيس بيقرب وبيحط قنبلة وراه عشان يفجره هو كمان، وبعدها بيقفلوا عليه. وبنروح بعد كده روز أخت المساعد جين وهي بتحاول تخرج من المعمل، لكن العصابة كانوا قفلوا البوابات كلها عليهم بشكل قوي عشان محدش يقدر يخرج. وبيكون جين معاها على الخط وبيعرف إن أخته محبوسة جوه المبنى، وبتخرج كل فرقة الإنقاذ عشان يلحقوا الكارثة اللي ممكن تحصل. لكن بنشوف الموظفين وهم بيحاولوا يخرجوا لكن كل حاجة مقفولة، والعصابة خرجوا الحبل اللي هيفجروا بيه المبنى من كل مكان
وقفلوا الباب الرئيسي. وفي اللحظة دي بنشوف المحقق جيندو وهو بيحاول يفك السلك اللي مربوط بيه وبينجح فعلا. ولما بيقوم عشان يخرج بيكتشف ان الباب مقفول عليه من بره، لكنه بيقوم وبيستخدم جهاز الارسال بتاع المبنى وبيتواصل مع روز وبيقول لها ان في متفجرات في المبنى، وبتسأله هو مين وبيعرفها عن نفسه وبيشرح لها الوضع وان العصابة حطت حبل طويل هيوصلوا بيه النار لداخل المبنى ويفجروه. فبتبدأ روز تفكر بخطة ذكية انها تشغل مكيفات المبنى كلها اللي عند الباب عشان ضغط الهواء يبقى عالي ويطفي النار. وبالفعل بتبدأ تهكر كمبيوتر المبنى وبتدخل على خط الأمن وبتشغل المكيفات، وبالفعل خطتها بتنجح والمكيفات بتشتغل وبتطفي النار كلها، والموظفين بيفرحوا جدا انها انقذتهم. وفي نفس اللحظة بتوصل فرقة الانقاذ للمكان وبتبدأ المديرة توزعهم عشان يلحقوا المتفجرات قبل ما تنفجر. وبنشوف المحقق جيندو بيكسر شباك التهوية عشان يطلع من المبنى، وبيلاقي عربية الإنقاذ مستنياه وبيركب فيها. وأول ما بينزل الأرض الدكتورة سون بتقابله وبتعالج جروحه، وفي نفس الوقت بيدخل الإطفائيين للمكان وبيفتحوا البوابات وبيخرجوا الموظفين المحبوسين. وطبعا كل ده بيحصل تحت عين رئيس العصابة اللي عامل حسابه على خطة تانية يفجر بيها المكان. ولما بيوصلوا للدور الأخير بيكون مقفول بأحكام، فالمساعدين بيطلب أجهزة أكتر تقدر تكسر قفل الباب. وفي اللحظة دي بنشوف جيندو وهو بيفتكر السلسلة اللي في رقبة رئيس العصابة وبيقول للدكتورة سون عليها، ومن هنا بيعرفوا ان الرئيس معاه ريموت يقدر يفجر بيه المكان عن بعد. فبتخاف المديرة على فرقة الانقاذ بتاعتها وبتفتكر اصدقائها اللي ماتوا في الحريق، فبتكلم المساعدين وبتقوله ينسحب من عملية الانقاذ. والمساعدين بالفعل بيأمر مجموعته تنسحب، لكن هو استمر في عملية الانقاذ وصاحبه وقف معاه يساعده، وده خلى المديرة تتعصب جدا. وبتجري الدكتورة سون عشان تشوف مخطط المبنى وتعرف مكان مضخات المياه فين، وفجأة مجموعة الإنقاذ بتلاحظ إن المحقق جيندو اختفى من جنبهم، وواحد من المجموعة بيقول لهم إن جيندو أخد تليفونه دلوقتي. وبتعرف سون إن جيندو دخل المبنى عشان يوقف مضخات المياه قبل ما تنفجر، وبتتصل على التليفون اللي معاه وبتبدأ توجهه على الأماكن اللي فيها المية. وبنشوفه هو واخد أنبوبة من النيتروجين وبينزل بسرعة عشان يوقف المية. وفي اللحظة دي كان مساعد جيندو بيدور عليه، ولما بيطلع المبنى التاني بيلاقي الرئيس هناك وبيبدأ يهجم عليه، لكن للأسف رئيس العصابة بيخنقه جامد وبيخلص عليه. وبنرجع بعد كده للمحقق جيندو وهو بيحاول يلحق المية ويفتح أنبوبة النيتروجين وبيفضيها على الماسورة، لكن صوابعه بتتجمد بسبب النيتروجين القوي، لكنه بيستحمل وبيفضل يجمد في الماسورة عشان يوقف ضخ المية. وفي نفس اللحظة روز كانت بتطبع الورق اللي بيثبت فيه جرائم مجموعة المافيا، والمساعدين كان خلاص بيفتح الباب الأخير. وفي اللحظة الموترة دي الرئيس كان بيتابع كل حاجة وداس على زرار التفجير فعلا، وبدأت المضخات ترش مية في المبنى، وللأسف بسبب التفاعلات الكيميائية انفجرت كل المتفجرات اللي في المبنى بطريقة قوية جدا، والنار وصلت حتى للمختبر اللي فيه روز. لكن فجأة المية بتقطع والمتفجرات الباقية مش بتنفجر، وبيدخل المساعدين وبيعرف ان الانفجار وقف وبيكلم باقي مجموعة الإنقاذ عشان تطلع تساعده. وفي اللحظة دي بيعرف المحقق جيندو انه قدر ينقذ الناس من الكارثة دي. ولما بيدخل جين عشان ينقذ الموظفين بيلاقي أخته مرمية على الأرض ومغمى عليها بسبب الانفجار القوي اللي حصل، فبيحاول يشيلها ويخرجها بره. وفي اللحظة دي بنشوف حتى مساعد المحقق جيندو بيصحى وممتش. وبعدها بنشوف زعيم المافيا في المحكمة كان بيستنى خبر نجاح التفجير عشان يمحي الأدلة، لكنه بيتصدم إن العملية فشلت. وفي نفس الوقت كان جين بيحاول ياخد أخته المستشفى لكنها بترفض وبتقوله إنها لازم تلحق المحكمة وتقدم الأدلة ضد المافيا دي، وإلا حق الناس هيضيع. والمساعد جين بيفهم أسبابها لأنه كمان بينقذ الأرواح زيها، فبيقرر ياخدها بنفسه للمحكمة. وبتكون مجموعة الإنقاذ في عربية الإسعاف بيوصلوا روز للمحكمة، لكن فجأة بتخبط فيهم عربية في نص الطريق وبتتقلب عربية الإسعاف بيهم، وبيكون رئيس العصابة هو اللي لحقهم ولسه مصمم إنه يولع فيهم، لكن المحقق جيندو بيهجم عليه وبيحاول يوقفه وبيفضل يضربه. لكن فجأة الرئيس بيخبط جيندو في الإزاز بقوة وبيبدأ يفقد وعيه. وفي نفس اللحظة بتكون الدكتورة سون بتكسر باب العربية بأنبوبة الأكسجين، وبتشوف زعيم العصابة بيحاول يحرق جيندو وبتصرخ بقوة عشان تعرفه إنها هتنقذه،
فبيدفع جيندو المجرم، وفي نفس اللحظة سون بتفجر أنبوبة الأكسجين فبتطير وبتخبط المجرم في صدره وبتكسر عظمه، وده خلاه يغمى عليه في الشارع. وطبعا الحادثة ما وقفتش فرقة الإنقاذ، وبالفعل راحوا للمحكمة بسرعة عشان روز تقدم الأدلة. وبتدخل روز المحكمة وبتبدأ تشرح للقاضي إزاي المافيا دول بيستغلوا الناس وعذبوهم وعلوا نسب الفوائد بتاعت الديون، والقاضي بيوافق كلامها وبيقرر حبس المافيا، والناس بتكون فخورة بفرقة الإنقاذ إنهم أثبتوا الحق وبيفضلوا يسقفوا لهم. وهنا بتنتهي حلقتنا، فاستنونا في حلقة جديدة ومجرم جديد. كانت معاكم فيا، سكريبت وإعداد ومونتاج سيا وبيا وإلينور من قناة هيكس موفيز. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا لنا في الكومنتات عايزين أفلام ومسلسلات إيه نلخصها لكم.